بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احتفلنا بعيد القديس أبو سيفين، وكل عام وانتم طيبين والكنيسة كلها طيبة وبخير. وفي مناسبة هذا العيد طبعا احنا بتربطنا بالقديس أبو سيفين محبة قوية شديدة جدا وخبرة جميلة ولينا اختبارات حلوة معاه. وأحب بالمناسبة دي أسترجع معاكم قصة يمكن بعضكم عاشها معانا، وهي قصة المركز الثقافي هنا في أمستردام اللي هو قدام الكنيسة بتاعة العذراء في أمستردام. عبارة عن مبنى كبير كان عبارة عن مدرسة وتملكه البلدية بتاعة الحي، وما كانتش البلدية محتاجاله وكانت بس مش عايزة تشيله، لأن هو يعني جزء من التراث القديم بتاع الحي، مش عايزين يغيروا في الحي كتير، يعني عايزين يخلصوا منه بس مش عايزين يهدوه، عايز حد ياخده يستفاد منه في الأنشطة التعليمية والثقافية ويحافظ عليه ويجدده يعني. فدخلنا كتير بقى مع البلدية في حوارات واتصالات ومقابلات ودون أي جدوى، دون أي فايدة يعني. وكنت بتشفع بقديس أبو سيفين وبطلب إن هو يساعدنا. وأذكر إن أنا تقابلت مع طماف إيريني الله ينيح نفسها رئيس الدير أبو سيفين، وقلت لها طماف صللنا عشان إحنا في مكان كده بنصلي إن ربنا يدهولنا وناخده، وإن شاء الله لما ناخده هنعمل فيه مذبح للقديس أبو سيفين. فردت عليا يوميها قالت لي إيه، ده هو شاطر قوي في الحاجات دي، وطالما هتعمل له مذبح على اسمه يبقى هتاخده. والحقيقه انا يعني كنت احترم كلام طماف جدا واؤمن بانها فعلا كلامها ما يقعش في الارض ابدا، وفيها روح ربنا انها هي يعني تتكلم بكلام قوي ينفذ يعني. ورغم ان الظروف اللي حوالينا ما كانتش تشير باي بادره ان احنا هناخد هذا المكان، لكن انا تعودت ان انا يعني اؤمن واصدق كل الكلام اللي هي بتقوله. وربنا بقى يعني تم مشيئته ازاي، ان بعد الحكايه ديت بعد ما رجعت من المقابله بتاعه طماف قابلت شخص من اولادنا في الكنيسه، بس هو ما بيجيش كتير، مش من المنتظمين في الكنيسة يعني. وبعدين قال لي أنا عايز أعمل أي خدمة، عايز أساعدك في أي حاجة. فقلت له أنا عايز أقابل واحد من الأحزاب بتاعة اللي ماسكة الحي يعني وكده. ليه مالك فيه؟ قلت له عشان في المدرسة اللي قدامنا دي بتاعة البلدية وعايزين ناخدها بالإيجار بالشراء، ناخدها بأي شكل من الأشكال، لأنها عبارة عن الامتداد الطبيعي بتاع الكنيسة، والكنيسة بقت زحمة والأولاد كتروا وعايزين مكان يتربوا فيه كده. الكلام ده احنا كنا تقريبا سنة يمكن مثلا 97 حاجة زي كده يعني. وبعدين ربنا رتب بقى ان هذا الشخص عن طريق علاقاته واتصالاته قدر يوصل للمسؤولين في الحي وقدر يتكلم معاهم، وبعمل عجيب جدا ربنا تمجد. وفعلا الناس اللي كانوا مأجرين المدرسة خلصوا الإيجار بتاعهم ومشوا، وجي مندوب من البلدية سلمنا المبنى وقال لنا اتفضلوا ادي المفاتيح وادي جوابه باستلام المبنى، واستعملوه في الأنشطة التعليمية والثقافية، ومش مسموح لكم تعملوا فيه اي تغيير او تجديد الا بمعرفتنا يعني. واستعجبت جدا ان احنا قضينا سنين طويلة واحنا عمالين في مقابلات ومراسلات وبتاع وما كانش فيه اي فايدة. وبعدين لدرجة ان احنا في وقت من الاوقات لما يئسنا رحنا للناس اللي مأجرين المدرسة وقلنا لهم ايه، اجروا لنا يعني حتى اوضتين كده نجيب فيهم اولاد مدارس الاحد يوم الحد. قالوا لنا وماله تعالوا اتفرجوا. رحنا دخلنا اتفرجنا ورونا اوض، وبعدين استنينا انهم يردوا علينا، ما ردوش علينا. فاتصلنا بالراجل وقلنا يا عم انت ما ردتش علينا. قال لا 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 مش هتعامل معاكم. ليه يا عم بس جرى ايه؟ قال انا سالت عليكم قالوا لي الناس دول لما بيدخلوا حته ما بيخرجوش منها. وكانه كان يتنبأ يعني عن ما يحدث يعني.
ولكن بشفاعة القديسة وصفين فعلا حطينا رجلينا في المبنى ده في يوم 4 يوليو سنة 97، وكنا مستخدمين، لم نكن لا مؤجرين ولا اشترينا ولا عملنا أي حاجة. وبعدين لما حصل، احنا لما دخلنا سنة 97 نسينا خالص الوعد اللي انا وعدته ان انا هبني مسبح. فين لما جه شهر نوفمبر افتكرت ان عيد ابو سيفين قرب، فقلت ايه، خلاص بقى انا هبتدي ابني المسبح يعني. فنقيت قاعة كبيرة، والاخوة جم راحوا اشتروا شوية طلبات وجم قالوا احنا هنبتدي بقى نجهز القاعة ديت، ننظفها ونضبها وندهنها وبتاع، وبعدين نعمل فيها المسبح. هم شغالين، حصل عليهم هجوم من مجموعة من الناس اللي هم الكراكرز، اللي هم عايشين كده صلبطة يعني، عايزين يعيشوا في أي مكان مهجور، لا يدفعوا إيجار ولا مية ولا كهرباء، يعيشوا كده بلوش يعني. وبعدين طبعا هم منحرفين بقى في المزيكا وفي الرقص وفي المخدرات وفي مشاكلهم كتيرة يعني. فكان يوم سبت وأنا كنت في خدمة برة، فلما سمعت كده رجعت جري بسرعة. وبعدين طبعا اضطرينا نطلب البوليس، والبوليس جه. وبعدين البوليس قال لي عندك مانع تقعد معاهم؟ قلت له ما عنديش مانع، فجابهم لي قعدت معاهم. قالوا لا احنا لقينا المكان ده فاضي، قلت له لا مش فاضي، ده احنا المكان ده بتاعنا وبالرب فيه عيالنا، وكنا عاملين فيه حفلة، جبت الصور قلت له ايه وعندنا حفلة، هي عملنا في الصور اهي، وبعدين المفاتيح بتاعت المبنى اهي، وانت دخلت لقيت المبنى نظيف والحشيش مقصوص والدنيا زي الفل. قال لي طب انا اروح انا فين؟ قلت له ما دي مش مشكلتي يعني، تيجي تاخد بيتي وتقول لي تروح فين، روح مطرح ما تروح، روح البلدية قول لهم عايز مكان يساعدوك. المهم ايه، البوليس جاب اذن من النيابه وخرج الاولاد دول في 4 ساعات. عاده هم لو دخلوا مكان مش قبل 6 7 اشهر بعد ما يطلعوا منه، لكن بقوه عظيمه. وانا افتكرت يوميها حادثه جميله احب احكيها، قصه حكيت عن بابا كرولوس الله ينيح نفسه، انه في يوم من الايام وقع في ضيقه من الضيقات، فاتصل بتماف ايريني قال لها ايه، قولي لابو سيفين سيوفك خشب. فطماف ضحكت، طب يا سيدنا هنصلي وهنعمل له، المهم ايه ما فيش حاجه بسيطه كده، رجع اتصل بيها تاني قال لها فرجت، اعملي له تمجيد وقولي له سيوفك الماظ. بس فانا لما المشكله بتاعتنا دي حصلت انا قلت له لا دي مش خشب، ده سيوفك دي ورق، فين انت؟ طب فين يا ابو سيفين عملت لنا ايه يعني؟ يوم ما نبني المسبح اللي قلنا لك عليه تعمل فينا كده؟ ما ينفعش، شوف لك حل. المهم المشكله اتحلت بطريقه عجيبه جدا في 4 ساعات. واتاري ربنا كان سمح بالمشكله دي عشان الناس كانت اول ما خدنا المكان نعست، الناس بقى صحيت وابتدينا ننظف المكان، ابتدينا نفرشه. المبنى فعلا ما كانش فيه مفروشات ولا كراسي ولا ترابيزات ولا فيش حاجه خالص، ما هم العيال عندهم حق لقوا مكان فاضي. فابتدينا بقى ايه، اللي عنده كراسي مش عايز هيجيبها، اللي عنده ترابيزات، اللي عنده مكاتب، اللي عنده حاجات تنفع في المدرسه، مالينا المدرسه مفروشات وستاير وحاجه كانت اخر جمال. بعد كده استمرينا في المبنى بنستخدمه في رعاية أولادنا في مدارس الأحد وفي اجتماعات الشباب، وفي الصيف طبعا كان بيبقى النشاط أزيد، وكنا بندي دروس لغة قبطية ودروس تسبحة وألحان، واستعملنا الجنينة الجميلة الحديقة الخلفية اللي في المبنى استعمال جميل جدا. فضلت الأمور ماشية لحد سنة 2002، بصينا لقينا تغيير حصل. كل ما يجي موظف جديد في البلدية يجي يسألنا انتوا مين وقاعدين هنا ازاي وخدتوا المكان ده امتى ويحقق معانا. وبعدين يبدو كان في حزب يميني متطرف ما بيحبش الأجانب يعني، بيحب يخلص منهم يعني،
فكان في عضو في المجلس بتاع الحي من هذا الحزب يعني، فكان الراجل ده مستقصدنا وضيق الخناق علينا، وقال لي يعني تحسينا ان احنا في وقت من الاوقات خلاص يعني هنمشي، هياخدوا مننا المبنى بعد ما كنا لينا بتاع مثلا 5 6 سنين فيه، وكنا معتمدين عليه اعتماد كبير. وبعدين ابتدى يعمل اي حاجة تعكسنا واي حاجة تكعبلنا واي حاجة تفرملنا، بس انا راح اقدم فينا بلاغ في المطافي ان المبنى غير مطابق للبراند فير ايسون، يعني غير مطابق لمواصفات الحريق. طب المبنى ده بتاعكم وانتوا اللي عاملينه. المهم ايه، جت المطافي عملوا بحث اندرزوك علينا وقفلوا المكان وقالوا ممنوع تستعملوه، ده مكان غير فايلخ غير امين، لازم تعملوا فيه شوية تعديلات. المهم انا ايه، كنت في زيارة لمصر، وبعدين رحت قابلت طماف وقلت لها طماف صللنا عشان موقفنا دلوقتي، شرحت لها الموقف يعني انه بيضايقونا في البلدية وعايزين ياخدوا مننا المكان ومش عارفين نتفاهم معاهم، والراجل بتاع المجلس الحي بيضايقنا وبيخلق لنا مشاكل ويتعبنا يعني. فطماف الله ينيح نفسها ايه، سمعت وتأثرت قوي قوي قوي، وراحت موطية في الارض وكانت بتكلم ابو سفين تقول له بقى كده يا ابو سفين. وبعدين راحت بصيت لقيت لي لا ما تخافش مش هياخدوه منك، بس انت كده اديهم حاجة وهم هيسيبوك، وبعدين يعني يبقى اشتري المبنى بقى عشان مش كل شوية يجي يقلقوك. طبعا الكلام اللي قالته طماف انا لما سمعته يعني كله مش لوجيك، مش منطقي، مش هينفع، احنا هنا ما بنعرفش ندي حد حاجة زي ما هي بتقول يعني، او يعني اشتري، طب اروح اشتري المبنى، تعال اشتري، هات ملايين، نجيبها منين الملايين؟ لكن انا عندي ايمان وثقة في كلامها يعني، هي كانت تقول الكلام وانا ببساطة وحب كنت اقبل هذا الكلام واثق فيه. وبعدين شكرت طماف المهم ورجعت، ويحدث ما لم يكن احد يتخيله. ايه بقى؟ ان الحزب اليمين المتطرف ده، الاحزاب اللي كانت متالفه معاه وعاملين الحكومه، زهقوا منه لانه متطرف، فراحوا وقعوا الحكومه، استقالوا وراحوا مطلعين الحزب ده بره، وعملوا تالف جديد بينهم وبين بعض بدون هذا الحزب. فالرجل اللي في البلدية عندنا ده ايه، مشي، وكل بقى الشغل بتاعه والمخططات بتاعته لفوها وشالوها في المكتب، وجالنا مندوب من البلدية بيقول لنا انتوا عايزين ايه، تعالوا نقعد نتفاهم مع بعض. قلنا له مواصفات الحريق، قال اعملوا شوية مواصفات الحريق دي ونفتح لكم المبنى وتستعملوه بتاع مش عارف ايه. طب انتوا عندكم مقاول يعمل الحاجات دي؟ قلنا له لا، هات لنا انت. قال طيب انا هجيب لكم مقاول، بس ادوا له حاجه كده وهو يخلص لكم. نفس الكلمه اللي قالتها طماف، ويخلص لكم الشغل. وقد كان جاب مقاول، ادينا له حاجه كده برضو خلص الشغل وبتاع، وراحوا ايه فاتحين المبنى ورجعنا استعملناه، واحنا بنشكر ربنا من كل قلبنا، وان شاء الله نكمل في المره القادمه باذن الله.